أكبر للمرحلة الرابعة وهي المرحلة الأخيرة. ما معنى ذلك؟ معناها أنه إحنا تعلمنا أنواع الخطوط الكل، تعلمنا الأفقي، خلينا نشوفه لهنا، تعلمنا الخط الأفقي، تعلمنا الخط العمودي، تعلمنا الخط المائل والخط المنكسر، تعلمنا الخط الدائري كما هكا، وتعلمنا الخط المنحني كما هكا، وتعلمنا زادة الخط المتموج، أحسنتم، وتعلمنا زادة الخط الحلزوني اللي هو يعمل كما هكا. معناتها احنا تعلمنا انواع الخطوط كاملة، واحنا توا باش نقوموا بالاختبار الجزء الاول عن ما درسناه في السابق. التمارين متاعنا شنو يقول؟ يقول ارسموا المسار للبحث عن كل صورة وما يناسبها مستعينا باقلام ملونة. احسنت، ماذا احنا باش نستعملوا الاقلام الملونة متاعنا باش نرسموا مسار كل حاجة فيهم. به احنا لهنا شنو عنا؟ عنا قط، شجرة، وعنا تبان، معناتها هذايا الشورت اللي نلبسوه في فصل الصيف. ملوطة شنو عنا؟ عنا هذايا فأر، وعنا هذايا هذيك المركبة اللي نركبوها في الماء في البحر في فصل الصيف، وهنا عنا سنجاب. معناتها احنا هذوما باش نربطوهم بحاجة من هذوما، مثلا القط زعما لشكون باش يوصل؟ زعما باش يوصل للمركبة المائية وإلا للسنجاب وإلا للفأر؟ احنا ما نسبقوش الأحداث، كل ما علينا هو انه احنا نتبعوا الخط متاعنا ونشوفوه وين باش يوصلنا بالضبط. احنا توا باش نتبعوا القط ونشوفوا وين باش يوصل هكا، وباش نتبع كما قاعدين تشوفوا احنا لهنا كما الخط الخطوط الحلزونيه اللي داخله بعضها كما هكا، والخطوط المنحنيه، مع هذوما كل انواع متاع خطوط درسناها قبل. خلينا نمشي ونزيد نعملوا دوره هكا ونزيد نعاودوا نمشيو باش نتبعوا الخط وين باش يهزنا بالضبط. زعما خط القطوس وين باش يهزنا؟ زعما باش يهزنا للسنجاب والا باش يهزنا للمركبه المائيه؟ اين 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 اين؟ لقد وصلنا، لقد وصلنا، لقد اخذنا الى الفأر. احسنتم يا اطفال، اذا القط يريد الوصول الى الفأر، احسنتم. الان سناخذ لونا ثان وهو الازرق، انا اخترت الازرق، انتم تنجموا تختاروا اي لون تحبوا عليه انتم. باش ننتقلوا للشجرة ونتبعوا مسار الشجرة كما هكا، ما نجيبوش حاجة من روسنا، نتبعوا الخط وين باش يوصلنا بالضبط. انا باش نتبع الخط، قاعدة نتبع فيه، حتى لو كان الخط طويل انا يلزمني نتبع باش نشوف، باش نشوف ويمشي يزني ويمشي يزني. اوبا، لو توا هزنا ليه السنجاب. صحيح، السنجاب يعيش في وسط الشجرة ويحب يأكل الحاجات ثمار الشجرة. أحسنتم، لم يتبقى لدينا سوى التبان الصيفي، ويمشي هزنا زعم التبان الصيفي. خلينا نمشيو ونشوفوا المسار نتاعو وين باش يهزنا هاكا، ونتبعوا الخط. أنا اخترت اللون الأخضر، انتوما تنجموا تختاروا اي لون تحبوا عليه انتوما، لكم الحريه في اختيار الالوان. الى توا قاعده نتبع الدوائر اللي رسمها لي باش نتبع الخط نتاعي ونحاول ما نضيعش، ما نضيعش، رد بالكم ما نضيعش في الخطوط. لقد وصلنا 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 وصلنا، نعم لقد اخذنا الى المركبه المائيه. احسنتم يا اطفال، صنعا لقد اكملنا هذا التمرين بكل نجاح. احسنتم، سننتقل الان الى التمرين الموالي. ماذا يقول التمرين الموالي؟ اكمل رسم مسار الجرار
وتدربوا وكملوا رسم مسار الجرار، الجرار اللي هو هذا اللي استعملوا الفلاح، وأتدربوا. توا انا السهم ويمشي يقول لي باش نمشي هكا، ونتبع الجرار متاعي وين باش يمشي، هكا وهكا، ومن بعد يدور هكا، ومن بعد يدي يطلع لفوق وعاود ويهبط، وهكا وصل الجرار متاعنا. من بعد اش باش نعمل انا؟ باش نتبع الخطوط. احنا توا اكيد تعلمنا انواع الخطوط الكل، توا باش نمشي نتبع الخطوط هذه كل بدون صعوبة. عنا الدوائر، عنا المنحني، ومجموعة الخطوط كي نكونوها تعطينا الاشكال هذه. كما قاعد تشوف لهنا عنا افقي، عنا العمودي، وعنا المنحني، كيف نلصقهم لبعضهم يكونوا لنا السلسلة متاع الخطوط هذه. خلينا توا نتبعوا الخطوط هذوما كل ونكملوا التمرين متاعنا بنجاح. قد أكملت جميع خطوطي، انظر ما أبهج هاته الألوان وما أحلى الخطوط عند إكمالها. الآن أكملنا الجزء الأول من الاختبار حول ما درسناه في جميع الخطوط، فلنلتقي إذن في الاختبار الموالي وهو الجزء الثاني. أحسنتم يا أطفال، إلى اللقاء.